لوين رايح؟ مو لمحل، شوفي قاعد منيح؟ كتير حلو. وقفي اعطيني هالمفتاح، قلت لك اعطيني اياه، بدك جنيتي شي. انت اللي جنيت. لوين رايح؟ اللي لوين كنت رايح بريدفي. انت ما فيك تضحك علي، انا بعرف انك عم تخطط لشي، بس اذا مفكرني سخيفة مثل مرتك كريتيكا بحب اقلك انك غلطان. مبين انك نسيت انه انا لساتني شيرلين نفسها. انا بعرف بانه بريدفي مع الهوترة عطول بيعمل خطط خبيثة ومخك بيضل شغال بهي الخطط، بعرف، وانا ساعدتك بكتير من خططك، لا تنسى هالشي. ايه انا ما عاد فيني اعمل هيك، لانه الموضوع ما عاد بايدي مثل ما انت ما عادت بايدي تعمل كل شي بلا ما تقلي. واذا مفكر صرت سخيفة وبعته لمخي بعد ما تزوجت ريشاب مثل كل عيلة لوترا، فانت بتكون عم تغلط كتير بحقي. اذا مفكر اني تحولت من شيرلين كورانا لا شيرلين لوترا بهالسهولة، هذا بيعني اني بلشت اكرهك مثل كل عيلة لوترا. فبيكون احسن اذا بتقلي شو عم يدور براسك وشو عم تخطط. حكيك غلط، بس انا كنت مفكر انك رح توقفي معي ورح تفهميني، بس لا، مثل البقية واقفة معهم. وقلتي رح تكرهيني مثلك مثلهم مو؟ عم تهددي؟ انه انت رح تكرهيني اذا ما خبرتك بشو عم فكر مثلك مثل لوترا؟ ماني عم صدق. بتعرفي شو اللي انا عم بمرق فيه هلا؟ قديش تعذبت اخر كم يوم؟ ايه تعذبت كتير. انا بريتني من لوترا كل عمري عايش حياة العز وحطوني بالحبس. وايه؟ بقسم الشرطة. بتعرفي قديش عملوني بطريقة بشعة؟ بتعرفي شي؟ هذا غير المحقق، ولك حتى الشرطي كان وقح معي، متخيلة هذا الشيء؟ ولما راح كاران لوترا لهني الكل رحب فيه وكلهم كانوا مبسوطين فيه، الكل كان مفكر انه كاران نجم كبير، نجم الكريكت، بس مين رح يفهمهم انه هو بيكون عبارة عن لاعب فاشل وبس، حتى ما بيعرف يحمل مضرب بطريقة صح. ومع هيك لما شفته لافت نظر كل هالعالم هدول، انا حسيت بدمي عم يغلي. حسيت دمك عم يغلي؟ شو قررت لكان؟ شو قررت تعمل؟ قلي شو عم تخطط؟ الصيد ما بدي يصيب ألف، بدي يصيب 2000 بسهم. بريدفي أنا سمعانة بقتل عصفورين بحجر، أنت شو قصدك بألفين؟ جاوبي على هالسؤال بالأول، جاوبيني بس. ابن عائلة لوترا شو بيكون اسمه؟ كاران. صح، كاران بيكون هو آخر وريث بعائلة لوترا، صحيح، لأنه ما هيش لوترا، وجوده مثل عدمه. ايه مزبوط انه هو بيوع على وقت كتير قليل، بس اغلب وقته هو مانو بهالدنيا. وكمان بالنسبة لزوج حضرتك اللي هو ريشاب لوترا، خلينا ننسى كل شي عنه. انا قصدي ما حدا بيعرف وينه هلأ، ولا حدا بيعرف عنه اي شي. مين بيضل؟ الوريث الاخير لعائلة لوترا يلي على اساس هو ياخد كل شي، يعني لاعب الكريكت كاران لوترا. بتعرفي شو اللي رح يصير؟ رح يصير شيء ما حدا ممكن يتخيله نهائيا. انا بدي انه اخر وريث لعائلة لوترا يتدمر نهائيا، ما بدي يرفع راسه بعد اللي رح يصير. وكمان بدي وجعه باكثر شيء بيعني له، رح ياكل ضربه ما يقوم منها ابدا. دوري الكريكت جاي، صحيح هالحكي؟ شو معنى هاد؟ هذا الشيء بيعني انه لاعب الكريكت كاران لوترا رح يشارك فيها، رح يلعب منيح ورح يرجع ينشهر من جديد. بس يصير اللي عم قوله، ما رح يستفيد هو لحاله، كل عائلة لوترا رح تستفيد، وأنا ما رح أسمح بهالشي يصير. لهالسبب أنا بدي سهم واحد بس، إنه يصيب كذا هدف، وأنا بدي وريث عائلة لوترا تتدمر كل حياته بدل ما يسترجع كل شهرته. هذا الشي ما رح يضره له، بس كل عائلة لوترا رح تتدمر وما رح سامح حدا فيهم. شو يعني انت بدك تقتل كاران؟ ايه شو هالتفكير هاد؟ كان رح يكون ميت من 4 سنين لو كان هذا اللي بديها، بس شو كنت رح استفاد؟ انا كنت رح انبسط مرة واحدة بس، بس لا، رح اتركه يعيش لحتى انا ضل عم عذبه كل يوم، رح ينقهر بكل يوم عم يمرق عليه. عيلته بيضلوا عم يمدحوا فيه، وكل يوم وعلى كل تفصيلة صغيرة بيضلوا يسفقوا له على كل شيء، بس رح يصيروا ينقدوه بعد اللي رح يسمعوه. وكمان كل عيلته واللي معتبرينه الوريث الغالي واللاعب الكبير المعروف بهالبلد، كاران هيك وكاران هاد، كاران عمل وكاران ساوى، هنين رح يصيروا يخجلوا بذكر اسمه. أنا ناوي أعمل على نفس هذا المبدأ.
حكيك هذا بيعني إنك رح ترجع تتهم كارام بالتحرش مرة تانية؟ لا 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 لا. شو؟ ما رح نعمل أي شيء من اللي عملناه من قبل. رح نفكر أفكار تازة وشيء جديد. قضية التحرش ما بتنحسب، شو رح نستفاد؟ بيرفع دعوة، نرفع دعوة، هو رح يخسر بس شوي من سمعته. قديش هو رح يقدر يتحمل خسارة؟ أنا بدي إنه كاران يتعذب كتير من هالخسارة هاي المرة. إيه، وهي الخسارة ما لازم تتعوض. بدي أعمل شيء يدمره هو ويدمر كل عيلته وارتاح منهم بقى. بس أنت قلت هالشي كتير من قبل، لهيك قول شيء جديد غيره. وما تحكي بالألغاز، ما في حدا هون، فوت بصلب الموضوع فورا، حاجة تضل تستفزني. ماشي تسمي، لأنه بعد ما تسمعي خطتي أنا فأنت رح تبتسمي كتير ورح تشوفي. جربني. ماشي، البطولة قربت، رح يلعب كريكت، بس تخيلي اللعبة اللي هو بيحبها وأكتر من أي شيء تاني، يلي جابت له الاحترام. شو رأيك؟ رح ألعب بنتيجة المباراة واتهمه فيها. شو؟ الظاهر بأنه القعدة بالسجن شوي خلتك تفقده لعقلك. كاران لوترا هو بيلعب لعبة الكريكت لأنه هي اللعبة عشقه، مو مشان المصاري، لهيك ما حيلعب بنتيجة المباراة. شو يعني أنت ما بتعرف هالشي؟ ايه بعرف، انا وانت وكل العالم بنعرف انه هو لاعب كتير نظيف وانه ما رح يقبل ياخد مصاري ولا حتى يلعب بنتيجة المباراة. طيب ليش انا لكان موجود؟ ويعني انت شو فيك تعمل؟ بس طبعا هون رح يتدخل البطل الشرير يلي رح يدمر لاعب الكريكيت هاد على الاخير، ورح اعمل شي واحد لاضمن انه كاران لوترا لاعب الكريكيت يوقع بطريقة بشعة. انا في عندي رجال هون اسمه سانديش، رح يمثل انه هو معجب كتير كبير، هو رح يروح لعنده كمعجب كبير. بكل مرة بيلتقي كاران رح استغل الوضع وآخذ لهم صور، ورح دبر ظرف بيوم معين من الأيام ورح يعطيه فيه سانديش المصاري لكاران، ورح أخذ صور لهي الشغلة كمان وأثبت إنه كاران بياخذ مصاري ليلعب بنتيجة المباراة. هو لعب بهي النتيجة وهيك بيكون غش الكل، وبعد هالشي مسيرته وسمعته وكل شي في عنده رح يتدمره وعيلته رح تتدمر كمان. مو معقول شو طلع خيالك، كبير كتير، بس هالشي ما رح يصير. طيب قلي ليش حتى هو ياخد مصاري من رفيقك سانديش؟ أنا بنفذ الشي اللي بتخيله كل مرة وانت بتعرفي هالشي. حالياً أنا لازم روح وألحق كاران ولازم أخده على المكان يلي بتكون فيه نهايته. اسمعني بريدفي، ألو؟ وينه؟ لا، يلا بشوفك بالملعب. ليك ما طول. أستاذ، بحاكيك بعدين. أستاذ، فيني أخذ توقيعك بعد إذنك؟ وين؟ كتير حلو. شو هو؟ وجمك، حبيته. أستاذ أنا معجب كتير بحضرتك، الناس بتقول هالشي كتير، بس أنا عن جد هيك. طلع، شوف تيابي، حاطت صورتك عليهم، ليك ايدي كمان، عامل لك وشم. شوف استاذ، اذا صدفت ومرقت عبيتي رح فرجيك يا كله. البيت معبى صور لك ومقالات وكل اخبارك، وكل هاد ولا شي لانه لسه في الارما اللي قدام البيت مكتوب عليها اكبر معجب لكاران لوترا سانديش لوكاني. كتير حلو. شكرا. منيح هيك؟ شكرا لك استاذ. اللي انا التقيت بقصورتي اليوم، ما فيك تتخيل قد ايه انا مبسوط فيك اليوم. تعال قرب، خليني ضل. منيح مبسوط؟ مو وقتك هلا. شو بدك؟ استاذ اللاعبين بس اللي بيصفوا هون، الباقيين ممنوع يصفوا هون. اسكت شوي واسمعني. انت اسمعني، انا الجنايني. ايه وانا لاعب كمان، بس باخر فترة انا مرقت بوقت صعب شوي، فبتوقع لهيك معرفتني. ايه يلا ارجع بسيارتك من محل ما اجيت فورا، سيارة كاران لوترا مصفوفة هنيك، شوف هي هي. كمان هو بيصف سيارته كل يوم على المدخل وبيعطيني المفتاح تبعه، وانا بعطي المفتاح للشاب والشاب بيرجع بصف له اياها هون. ولهيك إذا بتريد خدها لسيارتك وروح،
يلا. أنا بس بدي أفهم هاللاعب الهاوي اللي اسمه كاران لوترا إمتى رح يتركني بحالي؟ كاران لوترا على ظهرك أنت؟ اصحى على حالك، هذا الشيء مو صحيح. أنت الجنايني شيء؟ أنت بتسقي وبتعتني بالنباتات مو؟ بس قبل هالشغل أنت لازم تشغل دماغك وتفتح عيونك كتير منيح لتعرف أنت مع مين عم تحكي. يلي عم تحكي عليه إله سنين عم يعذبني إلي، وطبعاً مو بآخر فترة وبس، ومو بس هو، كل العالم عم تعذبني إلي، بس ما حدا قدر يغلبني. أستاذ إيش يرمى؟ لا ما في شيء، إذا بتريد أعطيني المفتاح وروح، رح أعطي الشاب يصف لك إياها. طيب. انتبه على حالك، بشوفك. ماشي.